الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه علينا ورحمته وقوته وحوله، قد ننتهي اليوم باذن الله من كتاب الطهاره من عمده الاحكام. اليوم حديث جابر عطيته خمسا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث أمس لما تكلمنا عن التيمم أشبعنا القول نحن في التيمم، يعني كان حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الطيب المطيب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، لما استأذن فقيل من؟ فقال عمار، فقال دعوة الطيب المطيب أن يدخل. عمار بن ياسر رضي الله عنه أسلم قديما، وقد ابتلي في الله بلاء شديدا، هو وأبوه وأمه، وأمه اسمها سمية، أمه سمية وأبوه عمار رضي الله عنه، يعني لقي في الله ما لم يلقى أحد في مكة مثل ما لقيهما. فكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى ياسر وعلى سمية فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكان عمار يكوى بالنار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرر يده على رأسه بأبي هو وأمي ويقول: اصبر عمار، أو يقول: اللهم اجعل هذه النار بردا وسلاما على عمار كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وسمية كانت تتمسك بدينها وكانت لهم الرخصة، والرخصة أخذ بها عمار، لكن ياسر لم يأخذ بالرخصة وأم ياسر لم تأخذ بالرخصة. وإن شاء الله يعني الله جل في علاه يكرمهما في الآخرة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود أن فرعون هذه الأمة أبا جهل قتل سمية، وأيضا قتلوا ياسر على عمار رضي الله عنه. أما عمار فاشتد بأس الكافرين عليه، فكان يترخص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبعر وجهه وقال: أخذت يعني أمرك الجبال علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا حدث معك؟ قال: أعطيتهم ما يريدون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريدون إلا سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ فقال: يطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد رخصة يأخذ بها يعني إذا اشتد عليه العذاب. وقد قال الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل في علاه: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمكره على شيء لا يؤاخذ بهذا الإكراه. عمار بن ياسر كان من الفضل بمكان، وكان من الزهد والورع والتقى في هذا الدين بمكان. عمار بن ياسر كان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، أي يعني يتأسف على ما سيحدث لعمار رضي الله عنه وأرضاه. وهذه نبوءة من النبوءات التي تدل على
نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال ويح عمار، ويل عمار تقتله الفئة الباغية. وهذه أيضا فيها تلميح أو تصريح، بالصحيح أن نقول هو تلميح واضح جدا على أن الحق مع علي وليس مع فئة معاوية، وكل منهم قد اجتهد وكل منهم له الأجر، لكن علي رضي الله عنه وارضاه له الأجران، وأما معاوية فله أجر واحد. الإخوة، ما زلت أكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم عزين، ما أدري أنا كيف أكتبها على الحائط، ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، فالإخوة تلتئم وتلتحم بدل البعد هناك، ومش هنسألهم، أنا أعطيهم العهد إن أنا لما أسأل مش هبص الجانب الإخوة اللي هربانين من السؤال. فأنا أقول يعني لابد أن نتمسك بسنة السنة، ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، فهنجتمع أفضل، والإخوة اللي عايزين العهد على عالم السؤال مش هنسأل. فعمار رضي الله عنه وأرضاه كان كما قلت من التقى بمكان ومن الدين بمكان، كفاه فخرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. بل وهناك حديث في المسند وفي غيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن عمار يقول لو كان الحق في جانب فعمار في جانب الحق. وهذه أيضا فيها إشارة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد أيضا عن عمار بن ياسر عندما وقف بين الصفين في معركة الجمل، ومعركة الجمل كانت بين وبين مش هنظر هنا، معركة الجمل كانت بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت في المعركة فوقف الصفان فنظر عمار بن ياسر إلى الجمل، فقام رجل وسط الجند، جند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال كذا وكذا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسب يعني، فقام عمار فانتهر وزجره زجرا شديدا، فقال والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الجنة، يعني هذه عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات هي مجتهدة ولكل مجتهد نصيب، قال والله إنها لزوجة نبيكم في الجنة وإن الله يختبركم بها، أتسمعون لها أم تتبعون أمر الله يعني الحق الذي أظهره الله لكم بالسنن. وأيضا عندما وقف الصفان في معركة صفين، وهذه أيضا كانت بينه يبقى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، فوقف على سفح الجبل، وقف يعني أعلى جبل شاهق، ثم نظر إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لو كنت أعلم أني لو سقطت من هذا الجبل أتردى أو أكون ميتا مترديا ابتغاء وجهك لفعلت، وأني لو سقطت في أعماق البحار فأغرقت نفسي إرضاء لك، انظروا إلى الإخلاص، وكان ذلك يرضي ابتغاء وجهك الكريم لفعلت، وإنك لتعلم والله إني لا أقاتل إلا ابتغاء وجهك ولا أريد إلا رضاك، وإني لأعلم أن الحق مع صاحبي، من؟ مع علي بن أبي طالب، وإني لأعلم أن الحق مع صاحبي، وكان عمره قد مر على التسعين ومعه الحربة يهز الحربة هزا، فدخل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. لما بلغ علي بن أبي طالب هذا الأمر يعني اشتد الأمر عليه، ولما بلغ معاوية دخل أبو الغادية أو رجل آخر ما أذكر اسمه الآن الذي قتل عمار، دخل متهللا فرحا مسرورا على معاوية، وكان بجانب معاوية عمرو بن العاص، وبجانب عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص، فقال الرجل قد قتلت عمار، قد قتلت عمار، فرحا مسرورا، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص أبشر بالذي يسوءك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار في النار، أو قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فلما قال هذا الحديث يعني شطر أو ربع من كان مع معاوية رضي الله عنه ذهبوا إلى علي بن أبي طالب، الغرض المقصود توفي عمار وهو ينافح عن دين الله ويحارب من أجل الحق، وهو الذي فاز بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذه السنة أن تكون مع كفة الحق. ولذلك قد بكى الزبير وأيضا ابن عمر وأيضا طلحة وعائشة لما بلغ عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما فعله علي في الخوارج، وأنه قتل هذا الرجل الموزوم بالسمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بكت عائشة وقالت والله إن الحق لمع عمار وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض. وأيضا ابن عمر بن الخطاب كان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يرى أن الفتنة لابد القاعد فيها خير من القائم، بل النائم خير من القاعد والقاعد خير من القائم،
والقائم خير من الماشي، وكف سيفه وسنانه حتى يقف عن هذه الفتنة. فلما سمع بمقتل هذا الرجل الموسوم بهذه السمة بالسدية وأن علي بن أبي طالب قاتل الخوارج بكى ابن عمر، وهذه أيضا فيها رد على الترجيح الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يرى بأن الذين كفوا في معركة علي ومعاوية الذين كفوا عن القتال لا مع معاوية ولا مع عمار أنهم هم الذين على الحق، هذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مخالف للصواب، بل جماهير أهل العلم يرون أن الذي قاتل مع علي هو الذي أصاب السهم الأكبر من الحق، وهذا عملا بقول الله تعالى وإن تقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولابد أن يكون المرء ينحاز إلى الحق. ولذلك مدح الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عمار بأن الحق إن كان بمكان كان عمار في هذا المكان، ولذلك عمار كان مع علي بن أبي طالب. فعبد الله بن عمر بكى، وأيضا بكت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأقر بأن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا طلحة والزبير، الزبير لما وقف في معركة صفين وقف معه علي بن أبي طالب، فنظر علي بن أبي طالب وذهب إلى الزبير، قال يا زبير، هو جاء ليقاتله، وما جاء ليقاتله للقتال، جاء يدافع عن دم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقال يا زبير، أتذكر يوم كذا عندما مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان في هذا اليوم مر رسول الله ومعه علي بن أبي طالب، فنظر إلى الزبير، فقال للزبير، تعرف هذا على من؟ على علي. فقال تحبه؟ قال نعم. قال تحبه؟ قال أحبه. ومالي لا أحبه وهو إيش قرب؟ قربت من الزبير إيش؟ أحمد سيد قربت الزبير من علي، ما تعرف؟ طب تعرف حسام حسن؟ ما تعرفوش برضو؟ حدش عارف قربت الزبير من علي بن أبي طالب؟ ينفع كده؟ ينفع الناس دي تبقى مؤرخة يا شيخ صبري؟ دلوقتي احنا عايزين بس نحدد الوجهة، هتقول مين قريب مين؟ الزبير ابن عم علي وعلي ابن خال الزبير. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ ايه صحيح ولا لا؟ نعم. فلذلك هو يقول ولما لا احب، وذكر قرابته منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نبوءة هي من النبوءات من دلائل النبوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله وانت ظالم له، انظر نبوءة من النبوءات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله وانت ظالم له. فلما ذكر علي بن ابي طالب هذا الحديث للزبير فاستدارك، قال كاني لم اسمع هذا الحديث الا هذا اليوم. فلما استدار ورحل قتلوه رضي الله عنه وارضاه مظلوما ايضا شهيدا نحسبه عند الله شهيدا. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نصره عمار، وعمار كان مع الحق، وكفى عمار فخرا بان عمار رضي الله عنه وارضاه من السابقين الاولين الذين بايعوا رسول الله وشهدوا معه كل المشاهد. جابر بن عبد الله صاحب حديثنا اليوم هو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وارضاه، قد أسلم أيضا من الأنصار، هو من أفاضل الأنصار، وكان أبوه قد خلف له 9 من النسوة، لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا. لما؟ لأن أباه كان يشهد هذه المشاهد، انظروا عصب وأصل طيب فيأتي الفرع طيبة، فهذا الأصل كان يشهد أبوه بن حرام عبد الله بن حرام كان يشهد بدرا ويشهد أحدا، وكان يترك جابر مع الأخوات 9. فلما مات أبوه شهد بعد ذلك جابر المشاهد كلها. جابر كان له وقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه تركه عليه دين شديد كبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهود وهم يهود، يكلم يشفع عندهم حتى يخففهم عن جابر هذا الدين، فلم يقبلوا الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، يعني لا تجوز النقل حتى تخبرني. فجاء أوان الجداد وذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرك في هذا النقل، فبفضل الله تعالى سد ديون جابر. وتزوج جابر ذات مرة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها فضل البكر على غيرها، قال له تزوجت؟ قال تزوجت. قالت من تزوجت؟ قال تزوجت امرأة سيبة. قال هل بك تلاعبها وتلاعبك؟ يبين الملاطفة تكون مع البكر لا مع السيد. فبين له، انظروا هنا الإيثار، الإيثار في الأنصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الأثرة ستكون على الأنصار، فهو النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأنصار، قال للأنصار سترون أو ستجدون بعد أثرة وموعدكم معي على الحوض، يعني ما عرفوا للأنصار قدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس دثار والأنصار شعار، يعني هم عيبتي وكرش، يعني هم في الداخل، يعني أخص الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار. فانظر إيثار الأنصار، ويلوح لك في الأفق ما حدث من الأنصار مع
المهاجرين، وقد مدحهم الله في آية من الآيات العظام في مدح الأنصار، وهي والذين آووا ونصروا، ها في آيات صريحة وآيات ملوحة. أحسن. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون بالتصريح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، أولئك هم المفلحون. وأيضا قال الله تعالى والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، فهذه مدح للأنصار. فهذا الإيثار انظروا إلى جابر وهو الذي كأنه يعني أخذ الإيثار من صغره، فقال أقدم أخواتي على نفسي، فتزوج امرأة سيما حتى ترعى أخواته، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك رضي الله عنه. القصة الأخيرة التي جمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر أن جابر كان على جمل، هذا الجمل كان ضعيف السير، ما يستطيع أن يسير سيرا شديدا، كان ضعيف السير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يتقدم الجيش طارا ويتوسطهم طارا ويتراجع إلى المؤخرة طارا حتى يطمئن على أصحابه. وهذه طبعا لابد من كل ولي أمر يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على رعيته. وكان لما تأخر وجد جابرا قد تأخر عن القوم، فقال له لما تتأخر عن القوم؟ قال هذا الجبل يعني قد أعيا، يعني كسر تعب، فأردت أن أسيبه. يعني إيش أسيبه؟ أردت أن أسيبه يعني أتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريف عليه وضربه ضربة فكان أسرع ما يكون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعني هذا الجمل، وهذا الجمل كان هو الناضح الوحيد لجابر ولأهل جابر. فقال لا يا رسول الله. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، فقال لا يا رسول الله، فقال بعنيه بأقية، فقال لا يا رسول الله، فأكد عن سبب قال بعنيه بأقية، قال أشترط، قال ما شرطك؟ قال أشترط حملانه إلى المدينة. طبعا له فقه بيوع كثيرة في هذا الحديث العظيم، الغرض المقصود القصة. فلما اشترط حملانه تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ركبه إلى أن وصل إلى المدينة، فدخل على المسجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على المسجد فقال لبلال يا بلال قم فأوفيه، يعني أعطيه الأوقية التي اشترينا بها الجمل. فبعدما أخذ الأوقية قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتراني ما كستك حتى آخذ جملك؟ خذ المال وخذ الجمل. ما معنى ما كستك؟ يعني بخت وحق، يعني تراني ما كستك كالمساومة، إن هو أنت تذهب الساعة طبعا بيبيعوا فيه صح؟ تذهب إلى الساعة تقول بمئة، المرأة ممكن تقصد بها إلى الخمسين حتى تشتريها بالخمسين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا ساومتك في الثمن وقللت منه حتى أخذتك حقك، تراني ما كستك حتى أخذ جملك، خذ جملك ومالك. فأعطاه المال وأعطاه الجمل رفقا به من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له وكرامة لجابر رضي الله عنه وأرضاه. هنا هذا الحديث الذي نختم به الباب حديث عظيم فيه فضائل جمة تبين خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية هذه الأمة على الأسائر الأمم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين، ورسول الله أكرم خلق الله على الله، وقد بين ذلك التاريخ مما حباه الله لهذا النبي العظيم. فهو يبين كرامة الله له، يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي من كرامة الله لهذا الرسول ولتعظيم الله لهذا الرسول، كفاه فخرا وأن الله لا في علاه، أعطاه ما أعطى كل الأنبياء بل ما أعطى لأولي العزم من الرسل. فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقد اتخذ الله محمدا خليلا. تعرفون الدليل؟ لا أنا أقول سأبين فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله لا في علاه، تفضل على نبيه ما أعطى نبيا من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل مزية إلا وقد منحها رسوله صلى الله عليه وسلم تكريما وتعظيما وتشريفا لهذا النبي العظيم الذي هو أكرم خلق الله على الله. فإن الله الذي علاه لما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فاتخذ إبراهيم خليلا وقد اتخذ الله محمدا خليلا. فالميزة التي ميزت إبراهيم عن باقي الأنبياء قد حباها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ هذا الكل يرفع إيده ويخطر رحلة الإسراء والمعراج. لا أنا أريد التصريح. أحسنت، واحد يتفق حي، لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر
ولكن إخوة الإسلام، ثم قال وإن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. وأيضا الله جل في علاه حبى موسى الكلام، اصطفى بالكلام، قال الله فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فاصطفاه الله بالكلام. وأيضا الله جل في علاه اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلام. ما الدليل؟ أنا سأتي بكل ميزة وأسأل الإخوة عن الدليل، لأن ده حق النبي عليكم، حق النبي عليكم أن تعرفوا عنه كل شيء دقيق وجليل، صح ولا لا؟ ولا هذا ليس بحق؟ حق، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا فالله جل وعلا ميز رسول الله بين الرسل بأنه ما منح رسولا تعظيما بميزة معينة تعظيما له إلا وقد حباها لنبيه. قد ميز موسى بين الرسل بأنه قد اصطفاه بالكلام. أيضا فإن الله منح الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ بس المرة الإخوة بتدخل أو بتدخلش، تعرف محمد؟ تعال عطل مجالسنا برؤياك، تعال. ايش الدليل؟ طب فين الدلالة على انه اصطفى بالكلام؟ هو كلامه صح لكن ما اتى بالدليل. انا اريد هو جاب كل القصة والشاهد من القصة مش عايز يجيبها، هيموتني. كيف فين الشاهد؟ هو فرض عليه الخمسين، لكن موسى راجعه، فراجع محمد ربه، ففي النهاية قال لا يبدل القول لدي، وتكلم معه مباشرة وسمع صوت الله جل في علاه. أيضا ميز الله عيسى عليه السلام في عصر ازدهر فيه الطب بإحياء الموتى، هو أنه يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى فيرد عليه عين. قد حبى الله نبينا صلى الله عليه وسلم بعض ما حبى به عيسى عليه السلام، حتى لا تخلو ميزة لنبي من أولي العزم من الرسل إلا وقد منحها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. توافقون؟ ما الدليل؟ الدليل ده هيكون صعب شوية في معاذ، تقول فيه تطعم بسهم ولا؟ القصتان صحيحتان يا ابو معاذ، لا تخلص. هذا صحيح، الأولى أن رجلا يعني فقعت عين، نزلت عينه على خده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها مكانها، وبين الصاحب كان يقول كنت أرى بها أفضل ما أرى من الأخرى، لوضع النبي صلى الله عليه وسلم لعينه في مكانه. أيضا الدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب عندما كان يشتكي عينه فتبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه، فكان يرى أحسن ما يرى الرائي. وأمر آخر، دليل آخر، هو في مشابهة بإنطاق العجموات برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش ثاني؟ في شيء ثاني الحية، نعم، وان ده ان صحت الرواية، وان كان في التراجم بنستأنس بها، وضع يده عليها فشفي. ايضا هد الخشب، اما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشبة فهدها فانقلبت سيفا كعصا موسى وغيرها، وهذه انقلاب الاحوال كانت لعيسى عليه السلام. الغرض المقصود قد فضل الله هذا النبي العظيم على الأنبياء جميعا، وما منح ميزة تميز الرسول عن باقي الرسل إلا وقد منح منها أو جزءا منها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب هذه الخصوصيات خصه الله جل في علاه أنه أولا قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. انظروا كيف يدب الرعب في أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه لأمتي ليست خاصة له، بل هي للأمة عامة، لكن من تمسك بما تمسك به النبي صلى الله عليه وسلم فاز وربح كما ربح الصحابة الكرام. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، والنصرة للنبي نصرة لأصحابه للمؤمنين، نصرة لأمته. فكيف أن الله جل وعلا يجعل الرعب يملأ قلوب هؤلاء الكفار، ويجعل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطو من المدينة ويذهب إلى هؤلاء الكفار يسلمون له هذه المدينة وما في المدينة. نصرت بالرعب، وهذا مصداق لقول الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وفي الآية الأخرى قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه فيها دلالة أيضا على أن القلوب، كل القلوب يمتلكها الله جل في علاه، يضع فيها الأمان والثبات ويضع فيها الرعب أيضا للكافرين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. وهذه مهمة جدا لأننا سنستنبط منها استنباطات عالية شوية، أريد الإخوة زناء يرتفع. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سأبين الاستنباطات التي لم أتكلم عليها أمس، ثم أسألكم على ما استنبطناه أمس
من هذه اللفظة. جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا يدل على تقسيم المياه طاهر وطهور ونجس. كيف ذلك؟ أحد يعرف؟ من هذا اللفظ يمكن أن نستنبط ما استنبطه الفقهاء أو ما قسمه جمهور أهل العلم من أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس. طبعا الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو الماء الباقي على أصل خلقته، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، والنجس طبعا انتهى أمره معروف. فأنا أقول نستنبط من هذا القول وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا على صحة هذا التقسيم الذي ألغاه شيخ الإسلام تيمية وقال إن ما في شيء اسمه طاهر وطهور، هو إما طاهر وإما نجس. ونحن نقول بهذا اللفظ يثبت لنا هذا التقسيم وصحة هذا التقسيم. كيف ذلك؟ طب اصبر يا أسوان، ماضي تعرف المسألة صعبة جدا، خلي بالك. كان يعني انت تقارب ولذلك الله في هذه المداخلة، لكن انا اريد الغوص. هات عمي، ما فيش دليل. هو يقول ليس تم الدليل يفرق. لا فض فوق، انت قاربت 70% من الاجابة السديدة، وكنت انا اعرف هذا. يعني انت ان شاء الله تناوش. ها في حد عنده شيء ثاني؟ ها نفس ما قاله صاحبك، وهذا هو الصحيح. انا اقول الدلالة تستنبط من قول سلم جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. ما الذي انا اقول لكم؟ الارض هي طاهرة، صحيح ولا لا؟ لان السلام قال يطهرها ما بعده، عندما قال ترخي ذراعا والنجاسة فقال يطهرها ما بعده. فانا اقول الارض طاهرة، وهذه الارض الطاهرة لامة موسى ولامة نوح ولامة ابراهيم ولامة عيسى، ولا خطأ هذا الكلام؟ مش خطأكم، اتقي الله. صح طاهرة لكل هؤلاء ولا لا؟ طاهرة لكل هؤلاء، لكن هل واحدة من الأمم، هذه أمة من الأمم، هل الله أباح لهم التطهر بها؟ لا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خصوصية، فكانت الميزة لهذه الأمة والتشريف لهذه الأمة والتخصيص لهذه الأمة أنهم يتطهرون بإيش؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهورا زاد على أمر الطاهر، فلما زاد على أمر الطاهر يعني أنتم تتطهرون بها. فيها التفاتة على أن الطاهر لا يصح التطهر بها، لكن الطهور هو الذي يصح أن يتطهر به الإنسان. فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الماء يمكن أن يقسم إلى طهور وطاهر ونجس. وأيضا من الفائدة التي تستنبط من هذه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا عموم للأمس، عموم نعم كل ما صعد على الأرض قال مسجدا، إذا الأرض مسجدا يصلى عليها، والأرض طهورا يعني كل الأرض طهورا، يبقى الصخر والحجر وكل ما صعد على الأرض يمكن للإنسان أن يتطهر به، حتى الحائط، حتى الحائط إذا ضرب عليه وتيمم صح هذا التيمم. وهذا يعضده قول السلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، دلالة على أن كل الأرض طاهرة فيصح الصلاة عليها. وأيضا فيها التفاتة على أن الأرض أكمله، على أن الأرض كذا لا يصح الصلاة عليها. أيوة نعم، من وين أتيت بها؟ طيب الآن أنا أقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فيها التفاتة على أن الأرض طاهرة يصلى عليها، فمفهوم المخالفة الأرض النجسة لا يصح الصلاة عليها، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء. ثم قال وأحلت لي المغانم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه خصيصة لهذه الأمة، تشريفا لهذه الأمة أيضا، ولفقر هذه الأمة ولضعف هذه الأمة أحل الله لهم الغنائم. وكانت الأمم السابقة لا يحل لهم الغنائم، كانوا إذا قاتلوا أهل الكفر وغنموا منهم غنائم يجمعوا هذه الغنائم جميعا، ثم تنزل نار من السماء فتأخذ هذه الغنائم على أنها قد قبلت هذه الغنائم قربانا لله جل في علاه، وحرمت عليهم الغنائم. والقصة المشهورة المعلومة أن بعض بني إسرائيل قد غل، ما معنى غل؟ أخذ أو سرق شيء من الغنيمة، فوضعوا الغنائم حتى تنزل النار، ما نزلت النار، فأوحى الله لنبي من أنبيائه أن فيهم الغلول، فقال فيكم الغلول، ما من أمة منكم، 12 أمة، ما من أمة منكم إلا تأتي وتسلم عليه، فكان كل يسلم عليه حتى الله جل وعلا جعل له علامة أن من أخذ الغلول فإن يده تلزق بيده، فلما سلم عليه لزقت يده بيده، فقال أنت الذي أخذت الغلول، فأخذوا بقرة من ذهب أو شيء من ذهب على ما أذكر، فوضعوه في الغنيمة فنزلت النار فأخذت هذه الغنيمة.
الله بفضله على هذه الأمة وكرمه وتخصيصه لهذه الأمة أحل لهذه الأمة الغنيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح. وهذه فضيلة من فضائل هذه الأمة. وقال أيضا: وأعطيت الشفاعة. وقد فصلنا القول في الشفاعة وسأسأل عنه بعد النهاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فيها دلالة على عموم الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، والآيات كثيرة في ذلك، منها قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة ها للناس بشيرا ونذيرا. أيضا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم المسألة، إلى آخر الآيات. وأيضا في الحديث هذا هو، أنا أريد حديث آخر أكمل أحسن، والذي نفسي بذي لا يسمع به من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا آخر الحديث وآخر ما يستنبط منه. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم على الصبر الكبير العظيم الذي صبرتموه على الطلب وعلى المسائل الخلافية التي لا يصبر عليها إلا الصابرون، وعلى تعليم أسس وأصول الفقه التي يرتكز عليها الفقه. أسأل رب جل في علاه أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة، ويشكر لكم صبركم على طلب العلم.